الصبايا اول عجينه فتحتها، حطيت البيضه فوقها فتحتها. هلا بدي احط الفستو وابرمه مثل الشكل الاول على مبدا الكبه المبرومه. بدي الفها، احط الفستو بهالشكل، خليني افرجيكم هيك، وبعدين بطريقه كيس النايلون بدي الفها بهالشكل وارصها من خلال كيس النايلون مشان تلزق بشكل جيد ليصير عندي شكل هالاسطوانات، بس من برا اخضر لانه موجود فستو هون، لوز ومحشيه العجينه الخضراء. شكلت الصبايا لسه بدي امزق اكثر بطريقه كيس النايلون، وهي كمان راح امزق بهالشكل صبايا. شوفي هلا هون مثلا شفاف، بحط ما في مشكله، بحط جزء من العجينه وبخبي هالشفافيه الفستو وبرجع بسطتها، عفوا بسطلها من خلال كيس النايلون. في صبايا عم يسالوا مدام دلال بتشكل هالعجينه فيها اشكال فواكه، الموز والعنب والفريز؟ طبعا بتشكل، مجرد ما تحطي للعجينه الاساسيه البيضاء نقطة ويلتون ملون، مثلا الموزة صفرة، بتحطي معها لون ثاني لتاخدي الصفار المضبوط بكل سهولة. حتى اللي ما عندها هواية بالتشكيل وفن في التشكيل ممكن تجيبي قوالب بسيطة بتساعدك على التشكيل، بس كطعم كشكل كتير حلوين مدام، كتير حلوين، بس لازم نزيد السكر فيها لناخذ اللمعة الجميلة، ما هيك؟ مشان ناخذ لمعة وسهولة بالتشكيل. ولكن هي العجينة أطيب، ليش؟ بتقليلي مدام ليش؟ هي أطيب، مو لأنه دعمناها بحشي فستو، لا، طبعاً هي بتزيدها طعام طيب، لأنه السكر تبعها قليل، ما بتتشكل معنا للفاكهة. بدك تزيدي مقدار السكر، كل كاسة لوز كاسة سكر بودرة زائد ملعقة زائد الكلوكوز. بدك تسألوني صبايا مدام ممكن الكلوكوز نعمله بالبيت؟ ممكن بكل سهولة، بكل سهولة. ثلاث كاسات سكر بتحطي مع كاسة ماء وعصير حامض وحطي شبك، تاخدي جلوكوز قطر سمين طويل الامد بيقعد عندك 4 شهور وخمسه وعشره وسنه كمان، تمام صبايا؟ بتحطي طبعا 3 ملاعق، بجوز تحتاجي 4 وبجوز تحتاجي معلقتين حسب مقدار كاستك المتواجده عندك بالمطبخ. طيب صبايا بدنا سرعه في العمل، انا نزلتها خطوه بخطوه مفصله كثير وعملت حركات بطيئه للمبتدئه، نحن صرنا بمرحله ثانيه ارتقينا، اهي بحط الرول كلياته لعجينه المعصبان وحشيتها وخلص، بجيب هالسكين بحط فوقها كيس نايلون وبطالع هالخطوط بكل بساطه، بدي امسكها بايدي المفروض اثبت بين الابهام والسبابه، وبحط بهالشكل السكينه وبطالع الحد بكل بساطه لحتى يطلعوا الخطوط كلياتها مثل بعضها. شايفين صبايا؟ بكمل برجع بعمل الحد الثاني، في منهم بحطوا خطين، في منهم بحطوا 3، علي الطرح وإلك ذوقك الشخصي واختاري. المهم طريقة سهلة جدا بنشفها صبايا، بحطها بالفريزر. بدي اخذ، بدنا 3 مراحل صبايا. هلا قبل ما احطها بالفريزر، ما حطيتها بمجمد الطعام، هي طرية، حطيت كيس النايلون وعملت الخطوط. ثاني مرحلة بشيلها كما هي بحطها بالفريزر بمجمدة الطعام، مشان يفهموا علي اخواتنا المغاربة وقت عم بقول براد ما عم يفهموا علي، البراد الثلاجي، مشان هيك عم نتعرض للترجمة. بعدين ثاني مرحلة حطيتها بالفريزر مكان مجمدة الطعام.
ساعة ساعتين حسب فريستك لتجمد تضرب تماما بأسمى أحجام بدك بالسنتي مثل ما بدك صغار كبار قسمتها. هلا بفتحها على صينية لمدة 24 ساعة ما تقليل بتمكن لا التحضير الجيد بتبقى طعمتها كما هي وبتبقى طرية. بعدين المرحلة الثالثة بشوية مثل ما قلت لك بالفرن بس من فوق بشعل النار لتاخذ لون ذهبي والباب الفرن مثل ما قلنا مفتوح بقعد جنبها تاخذ اللون الذهبي بطالعه وبفتحها على صواني لمدة 3 ساعات 4 ساعات لتاني يوم بعبيها بأكياس نايلون وإذا حبيتي تقيمية ترفعية لمدة سهل ما في إشكال إيدي حفظ كامل لأنه هي عبارة عن سكر ولوز وفستو بتتم عندك لسنة وقت بدك الضيفية طالعية قبل ساعتين بعدين بالضيفية تمام؟ لأنه إذا تركتية بدون ما تحفظية برا بعد شهر بدها تمكن ومع ذلك التحضير الجيد بتبقى أكثر من شهر. هي هي قديمة كتير من وقت مناسبة ابني بدي أفرجيك إياها شلون طرية. طالعتهم من الفريزر صبايا بدي أحطها هون قسمتهم بكل سهولة لأنه أخذوا جزء من التجميد. هي هي اللي بقلبها فستو. هلأ بدنا نشوف شلون بدنا نقسمها بكل سهولة مثل حد السكين صبايا بعدين بشوية ما بتضايقني أبدا لأنه حطيتها بالفريزر. شلون محشية فستو بصفهم بهالشكل. هلأ بدي أشويهم وهي نفس الشيء. هلأ دا أقسمها قدامي كل سهولة ما بيطلع مشرشر. شوفي شلون مثل حد السكين التقسيم بيطلع صح. شوفولي هالشكل صبايا هاي ما بدي شوي هاي صبايا بتتقدم بهالشكل. بنحط لها حبيتوا تعرفوها بنايلون او كوردوني يمشي الحال. هدول بدي اشويهم شوينا هون صبايا بهالشكل اخذوا لون الذهبي باكياس نايلون مثل هدول بلفهم. حبيتي تحطي ريباني وتزينيها بهالشكل بيكون الاجمل فعلا. ضيافه منزليه من اروع ما يكون. هدول هن راح الفهم الباقي بهالشكل صبايا. هذا نوع النوع الثاني اللي بالفستو ممكن بكوردوني بسيطة اختاريها على ذوقك وتضيفيها بدون تغليف نايلون بهالشكل وبتتحطيها بصحن بتضيفيها انت اختاري المناسب. في عندك كوردونات عديدة بهالشكل بيطلع لنا احلى وضيف. شوفي شلون اللون الاخضر تقدري تلعبي باللون اكشف اغمق براحتك. وهذا الفستو المحمص جواته بيعطيها الطعم الاطيب. من جرودو مطبخ دلال حناوي نوعاً للمبتدئات خطوة بخطوة. واهلا وسهلا فيكي صبية ان حبيتي تتابعيني تابعيني على قناتي باليوتيوب. مجرد ما تكبسي المربع الأحمر زر الاشتراك راح يوصلك كل جديد بمصداقية.